أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش فيهن قَالَ
الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال صدق الله العظيم.